عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم درت واحد الوصفه ديال املو، طلب من احدى المشاهدات وهي اللي عزيزه عليا بزاف، وكنقولها سمحي لي على التاخير لان ما كانش الوقت عندي باش انا نجلس نديرها. سمحي لي بزاف، ولكن اونفاني انني درتها، ولكن اخيرا درتها. نتمنى انها تعجبها الطريقة لأن ما أكلته عندنا وعجبها. المهم اللي بغى الطريقة وكيفاش يعني كيفاش طريقة التحضير ديالها يتبع الفيديو حتى الآخر، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة مع الطريقة ديال أملو. بالنسبة للعشاق أملو ما كيلقاوهش، هذا البدي ديالو كيجي في حاله تماما وزوين وسهل في التحضير. اللي فيه هنا كيف كتشوفوا هنايا كاس ديال العسل، احسن يكون العسل مزيان. هاد كاس العسل ماشي كله غادي يدار اختياري، كاين اللي كيبغي الحلاوه على حسب الحلاوه يعني. وكاس ديال زيت الزيتون، ولا ما كفاش زيت الزيتون اللي كتبغي تطحني المراحل نوريكم، غضيفوا شويه من شويه من زيت المائده. واللي بغى يخلطهم بجوج ماشي مشكل، يدير شويه كاس الا ربع من زيت الزيتون، ويدير ربع كاس ديال زيت المائده والهذا والشوكولات. 150 غرام ديال الشوكولات، 150 غرام. ومن الاحسن يكون يعني الا ما كانش يعني من الاحسن يكون ديال اللوز، يكون فيه نسبه اللوز شويه، الا ما كانش ماشي مشكل. 150 غرام ديال الشوكولات كدير كاملها. والعنصر اللي هو المهم هو الفول السوداني ولا كاوكاو، نص كيلو، نص كيلو ديال الفول كيكون تتحمروا تخلوه بالقشر ديالو. كان اللي بغى يحيد القشره ديالو ماشي مشكل، حنا من احسن يكون فيه القشره ديالو، ما يكونش محمر بزاف. انا سهيت عليه يعني، انا سهيت عليه حمرته شويه. القياس ديالو صافي، ودخلوا القشره ديالو نص كيلو كي قلت لكم، نص كيلو وربعه ديال الزنجلان او السمسم حتى هو محمر مصهد في الفران، ما تتحمروش بزاف غير مصهد. هاد العناصر كلها غادي نطحنوها، والمهم غتبعوا معي المراحل. نبداو على بركه الله، نجيبوا الروبو ولا الماكينه ديال الطحين ونطحنوا الفول السوداني. المهم حطينا كميه من هاد الفول السوداني، غادي نطحنو هو الاولاني. وراكم نتوما معايا على حساب، غنقطع حتى نطحنوا على حساب هي الصوت باش ما نديروش شي حد. دونك نطحنوا ونعاود نرجع لكم. المهم هنا طحنت يعني، هنا مازال كنطحن فيه، بغيت نوريكم لكم غير مرحله مرحله. دونك باقي غادي نعاود نطحنوا حتى يولي بحال بوماد. يعني هذه المرحله الاولانيه كنلصق هنا، انا ايفيتيتو من هنا حيدته من هاد البلاصه هادي. المهم حتى يولي بحال بوماد. هانتوما يا البنات شفتي كيفاش كيجي بحال بوماد، داك الزيت ديالو هو اللي كيطلق راسو. المهم غنكمل بقيه الكميه ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. ها هو البنات كيف تشوفوا، هذا اللي هنايا الفول السوداني هو اللي كيكون بحال هكايا، وهذا السمسم. المهم هادو طحنتهم، دابا تجي المرحله الثانيه اللي غادي نديروها في هادو، طحنتهم في الميكسور ديال يكون نيس ديال الطحين بحال الكبه ولا هذا. ومن بعد غادي نديرو المرحله الثانيه، نطحنو في مولينكس عادي في الروبو الكبير اللي هو عادي ديال العصير، طحني في عادي. انا كندير هذا الشيء ساهل بالنسبه حتى الناس اللي ما قادرينش على شحال حاجه، يعني كنسهل يعني اللي نفسه ياخذ شي حاجه ولا مشهي املو ما عرفش يعني المقادير ولا هادي. هذا مكان يعني نتمنى انكم تفهموني. دونك غادي ندوزو المرحله الثانيه اللي هو غادي نديروه في هذاك الكاس ديال العصير باش نطحنوه ونزيدو عليه زيت الزيتون. وكيف قلت لكم هذاك الزيت الزيتون يعني راه اللي عنده زيت ارغان، وانا عارف الاغلب اللي تيكون على برا ما تيلقاوش زيت ارغان، داكشي علاش درنا حنا زيت الزيتون شويه من زيت المائده. اما لا كان زيت ارغان وهو في المغرب اصلا، اما يدير زيت ارغان احسن كيجي بحال املو اللي هو نيت بصح. صافي هذا اللي هذه ملاحظه. دونك غادي نديرو في الكاس، نحط هاد الكونتيتي كامله في الكاس، هاد الشيء كامل غنحطو في الكاس، ونزيدو عليه العسل والزيت الزيتون
ونشوفو نطحنو. الا كان ناقصنا الزيت كيف ما قلت لكم نزيدو شويه زيت المائده، يا يعني الا بغيتو ديرو زيت المائده وزيت زيتون بجوج من الاول بحال بحال. يلا نخلطهم ونعاودو نرجعو نشوفو. انا البنات حطيت هذاك ما درتش الكميه كاملها باش ما يعني نحافظوا على المولينيكس او الروبو ديال الطحين ديالنا ما نفرصوش عليه. درت نص ديال الكميه، غادي ندير نص ديال الكميه ديال زيت الزيتون. وحطيت هنايا داك النص ديال الكميه ديال الشوكولاته هويا، وغادي ندير شويه من العسل وغنطحن هذا الشيء ونعاود نرجع لكم. وهذا هو عملو. بغيتو تخلو بحال هاد الشكل هذا كتخلوه، بغيتو تزيدو ليه الزيت يعني بغيتو يعني يكون سائل على هكايا تزيدو الزيت الزيتون. بغيتو يكون سائل يعني اكثر من هكا تزيدو زيت الزيتون. على فكره انايا هذاك الكميه الثانيه اللي طحنت زدت ليها جوج معالق ديال زيت الزيتون، يعني درت هذيك الكميه كامله اللي قلتكم في المقادير، ومن بعد زدت جوج معالق كيف قلت لكم ديال زيت الزيتون. المهم هكا كيجي، هكا هذا هو الشكل ديالو النهائي، كيجي بحال هكايا. نتمنى هاد الفكره تعجبكم وهاد الفيديو يعجبكم، و كنقول سمحوا لي لان تعطلت. وهذا مكان هذه الفكره ديال اليوم، هذا هو املو مزور، ولكن ماشي يمكن صراحه كيجي لذيذ، يعني كيجي بحال املو. وما تنساوش اللي جربوا يخلي لي رايه في التعليق، وتاكدوا والله الا زوين بزاف. واش غنقول لكم، صحي وتا الوليدات غادي يعجبهم. يعني حنا مولفين في البرد كنديروا داك التختين ليهم بالشكلاط اللي هو ديال الدهن، علاش لا نبدلوا ليهم هذاك الشكلاط دائما، نبدلوا لهم حتى بهذا اللي فيه الفول السوداني والسمسم، كلهم مواد صحيه وداخل فيهم الشكلاط حتى هو اللي كيعجب الدراري الصغار والكبار حتى هويا. هذا ما كان، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هانتوما البنات، يعني عمرت هذه القرعه، ها هي ديال نوتيلا، قرعه كبيره تقريبا كدير شحال، يعني تقريبا 670 غرام لا 630 غرام، 630 غرام ديال هذا كتهز 630 غرام، وباقي مازال هنايا، يعني كتخرج يعني كميه ما شاء الله غير داك نص كيلو ديال الفول السوداني او الكاوكاو وربعه ديال السمسم، كتخرج هذه الكميه هذه ما شاء الله، يعني راه غادي تكفيكم مده يعني لا باس بها. هكا كان الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال اعجابكم. ودائما كنقولها لكم قبل ما كنختم، شكرا للدعم ديالكم تشجيعاتكم ليا، والى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.